وقد أكدت السيدة عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن الصحفيين في مملكة البحرين يمارسون مهنتهم بكل حرية وفقا للنهج الذي رسخه جلالة الملك المفدى ودعمه للصحافة الوطنية، مشيرة إلى دور الصحفيين المسؤول في إيصال الحقيقة بكل أمانة وشفافية. نحتفل بهذا اليوم واحنا فخورين جدا أن صحافتنا هي الخط الأول في الدفاع عن مكتسبات هذا الوطن من خلال الأقلام الشريفة المسؤولة، من خلال الأصوات الشريفة المسؤولة والوطنية. اليوم نرى أن في البحرين 600 صحفي بحريني وأجنبي يمارسون عملهم الصحفي بكل أريحية بكل حرية، وهم يعلمون أن كل حقوقهم الحقوق مكفولة وكل مطالبهم موجودة، والجمعية تقوم بواجبها تجاههم في حمايتهم، ولكن الدولة تقوم بأكبر واجب. القانون، التعديلات على القانون طبعا تعديلات هامة جدا، تعديلات راح تطور العمل الصحفي في البحرين. في كلمة حابة أيضا أقولها، أن اليوم بكل فخر واعتزاز أقدر أقول أن 200 صحفي وقعوا على كتاب إهداء لجلالة الملك. هذا الكتاب يحتوي على كلمات تعبر عن مشاعرهم تجاه جلالة الملك في هذا اليوم، تجاه الدعم اللي وجهه للصحفيين والكتاب والإعلاميين. منذ تأسيس أول صحيفة في عام 1939 أسهمت الصحافة البحرينية في توفير فرص أكبر من حرية التعبير عبر إشراك الصحفيين والكتاب والمواطنين وتفعيل دور الصحافة باعتبارها إحدى أدوات الرقابة المجتمعية في المجتمعات الحديثة. هذا وقد عززت الصحافة البحرينية حرية التعبير والإعلام في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولتكون الشاهد الحيوي على استدامة النهج الديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية على أسس من العدالة والمساواة واحترام الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، استنادا إلى تشريعات متطورة وقضاء عادل ونزيه ومجتمع مدني فعال. العديد من محطات النجاح والتميز سجلتها الصحافة البحرينية في المحافظة على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خصوصا في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من خلال بث الوعي في المجتمع وتخصيص العديد من المساحات لعرض تميز المملكة في مكافحة كوفيد-19. وفي السياق نفسه، فقد وصلت الصحافة البحرينية إلى اهتمام غير مسبوق وتأطرت من خلال نصوص دستورية وقانونية تعلى من قيم حرية الرأي والتعبير باعتبارها أحد أهم مرتكزات بناء الأوطان وتحضرها. فاليوم تعيش الصحافة البحرينية عصرا مزدهرا على صعيد الحريات والانفتاح، وتزداد وهجا بفضل عطاءات أبنائها من الصحفيين والكتاب الذين يقومون بدور هام وبارز في تنوير الرأي العام وربطه بقضايا الوطن في إطار من الفكر المستنير والكلمة الصادقة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.